انا كان اخذ على بعض الناس واحد المساله، الفنان كيقول لك الفنان ملك الجميع، كنظن في الفن ديالو الحياه الشخصيه ديالو كتعنيه هو، تحكم عليا انا كيفاش غادي نطلع في لاسين، شنو غادي نلبس في لاسين الا كنت ما احترمتكش ولا قلت شي كلمه اللي ما عجبتكش تماك فين غادي. ولكن كنظن بان مواقع التواصل الاجتماعي بحال راه هي بحال توثيق الحياه اليوميه اللي كنديروها، ماشي دائما طبعا كنخمموا قبل ما نديروا تصويره، ولكن حتى الا كانت شي حاجه واحد ما يحكمش عليك منها. كل شيء كيبقى في الطريقه كيفاش كيهضر معك الواحد، يقدر يبدا من اون غومارك سامبل بريئه ما فيها هذا، تقدر تكون بالعكس تصحح لك شي خطا الا ما كنتيش عارفه، التعدي على الحياه الشخصيه والتدخل في الحياه الشخصيه، السب وقذف، يعني كاين الناس شي خطرات كيمشيو بعيد في الملاحظه بسيطه، ولا الا كنتي كان غير ما متفقش معك على شي راي يقدر يتجه للانتيميداسيون، يهاجمك يحقرك هذا باش يوصل الفكره ديالو، باش انت تقول هذا قبيح غير بلا ما ندخل معاه في هذا. وانا تماك فين كيعجبني هذا تماك فين كيتطلق لي اللسان، وما كنعطي الحق لحتى واحد انه لا يمانتيميد ولا يبتزني ولا يستفزني ولا يتجاوز اي حد من الحدود، يتجاوز اي حد وكيقول لك لا انت شخصيه عامه لا سمح لي. فاش كتولي كتدخل في، انا كنظن بان تبارك الله ما كاينش اللي غادي يقدر في هذا السن ديالي يقول لي عاد كيفاش خصني نعيش ولا كيفاش غادي نلبس ولا كيفاش غادي نهضر ولا غادي يصح لي الافكار ديالي، لان اللي عطى الله عطى افكار اللي تصحوا راسك. البناء اكتمل، البناء صافي اكتمل، ما عندك ما تريب ما عندك ما